قدامي ويا دنيا مالك عالحلم سلطان. أحزاني وآلامي قلبي الوجع دين البشر صوان. هاتي يا دنيا من الوجع هاتي غني على تنهي ديواتي. أحزاني وآلامي قلبي الوجع بين البشر صوان. دور على حب صادق قوي صح الأمل والخير يلي فيه. تمسك ايدك تدفي فيها العزم فيها عطف وحنان. احلامي قدامي ويا دنيا مالك عالحلم سلطان. احزاني والامي قلبي الوجع بين البشر صوان. Are you from Syria? Yes, I am. سلامتك يا أستاذ. لك الله يسلمك يا رب. تفضل أستاذ. يسلموا وشكرا. حبيبتي رنا. لا لا يسلموا لما بدي. معك إن شاء الله. يخليك الله يعافيكي. ديو. بعد ما طلعت رجعت وفاتت على غرفتها. دغري ولا طولت يعني؟ يعني شافته ولا رجعت؟ لا ما شافته دغري. Do you study English? رنين؟ مرحبا. أهلين. طمنيني رنا، كيف الدرس؟ عم تفهمي؟ بعجبك. عظيم. أنا مجيب لك عصير. جبتيها والله. لا خليكي أنا بعملها. رنيم أنا قبل امبارح فكرت كثير قبل ما أقول لك بحبك ولا لا، بس كيف ما توجهت كيف ما فكرت بلاقيكي بقلبي. أستاذ عابد خلينا بدروس رنا وبس. يمكن هلأ أنا بعيونك الأستاذ اللي فات على بيتكم استغل فوتو هي اللي أحب أختي الميزتو، بس بأكد لك إني بحبك وما عندي شي أخجل منه ولا يخليك تصدي عنه. من الأول كنت خايف أخسرك إذا اعترفت لك إني بحبك، وكان معي حق. بالنهاية أنت رنين وأنا الأستاذ، بس شو أعمل؟ من وقت ما فتحتي لي باب بيتك فتحتي لي باب ما بيتسكر بوشحرتي. السماء والبحر اللي عشقتهم صغاري صار رفقاتي. لا تخافي شوية برد. معقولة كلها صدف؟ نيناتهم بيحبوني أكتر ما بتصور،
واتنيناتهم خايفين يخسروني إذا صارحوني، واتنيناتهم بحبوا البحر والسماء نفس الكلام، والكلام اللي أنا بقوله لعابد بالنهار التاني بيعيده نفسه بالليل وبالحرف على التليفون المساء. شو هاد؟ شو عم بيصير؟ لا فوق كل هاد الاتنين بيصيبهم برد سوا، شو هالصدفة هاي؟ مستحيل تكون صدفة، أكيد مو صدفة. متل ماني حاسة هنن متنين، هنن شخص واحد. ما بدي اتسرع، الورد والموسيقى قبل ما اعرف عابد او هو يعرفني. أنا شخص بحبك أكثر ما بتتصوري. اسمحي لي أدخل. هيك لك، تعال عندي تعال. موسيقى وورد ومتفقين ومخططين كل شيء وأنا ولا كأني هون. أنا ما دخلني، ما عرفت غير لآخر شيء لأنه وأنا كمان ما دخلني، يعني نحن اثنين عرفنا آخر شيء. برافو عليها، قدرت تخلي الملاك يترك السما وينزل على الأرض مثل ما بدها حبيبة صار. بس أنا ما بدي إياه يترك السما وينزل على الأرض، أنا بدي إنقله من مكان لمكان. أهدي حبيبتي، أهدي أهدي دخيل عينك، أهدي 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 حبيبتي قلبي، أهدي أمري. خير شبها؟ رفيقتها ماتت اللي معها بالسكن الجامعي. اي تعي تعي معي لفوق. خلص ماما انا مروقة، شو الجديد اللي خليك تطلع لهون اليوم؟ كل يوم بينخلق شي جديد. هيئتك عم تحكي شعر. الشعر هو اللي عم يخليني أقرب منك وحبك أكتر. رامي، معقولة تكون بتحبني كل هالقد؟ لأنك أنت حريتي هون وبكل مكان. قلت لي إنك بتحب تلعب بيانو؟ مو مثل ما بحبك. كريستين، بعتقد انه في مرضى بحاجة للراحة، ما هيك؟
سوري. ما تزعل رامي، بكره رح اجيب لك هيدفون لحتى تسمع لحالك. انا اذا بمشي بالشارع الكل بيشوفوني، الكل بيتطلعوا فيني، لك اذا على البلكونه بيلمحوني، على الاسطوح مو على البلكونه، على الاسطوح بيلمحوني. ياما ياما وقفوا شباب قدامي وبكي مثل اولاد صغار. هلا نبيل بيقول الجماعه مو كل شيء. استغفر الله العظيم، رجعنا لقصه نبيل، خلصنا بقى. ماشي بسيطه يا خالد، الزفت انت والزفت الثانيه تبعك بسيطه. بآخر تليفون بيننا قبل ما أعرف مين أنت حسيت أنك صادق بكل حرف قلته. إحساسها غامض هيك بيشبهها مثل نسمة صيف باردة. إحساس قال لي إنه مو كل البشر طماعين، مو كلهم وحوش. إحساس قال لي إنه لسه في حدا بهالدنيا ممكن يحبني أكتر ما بتصور، حدا بيخاف يخسرني. يمكن قلت لحالك قديش هالبنت ساذج انها صدقت صوت بدون ما تشوف عيون، بس ومع ذلك صدقتك. ما بعرف، يمكن انا بحاجة اني صدق. كنت محتاجة لهالشخص المجهول على قد ما احتجت الاستاذ عابد. عابد تركني احكي ويا ريت تسمعني لانه الحكي بيريحني. اللي زمان محتاجة افتح قلبي واحكي كل شي جواته. لما عرفت انك بتحبني خفت كتير، ما بعرف شو صار لي. يمكن لانه كل كلمة اعجاب صارت تنحسب بقديش وبالدولار اذا بدك، خاصة انه طمع حرزاني. فاذا انت كمان طلعت بتحسبها بالارقام معناها على الدنيا السلام. انا ما رح اقلك شو حبيت فيك لأني ما بعرف الجواب، ما بعرف كيف وليش، بس بعد ما عرفتك منيح يمكن أقدر لاقي المبررات. بس صدقيني إذا دورنا على المبررات نظلم الحب. الحب مانو لون شعر ولا لون عيون ولا بياض ولا سمار، الحب أكبر من هيك بكتير. والغريب من أول لحظة شفتك فيها، من أول ما لمحتك حسيت بالخوف، خوف كتير كبير. يمكن هلأ اللي متأكد منه كتير هو سبب هذا الخوف، لأني بحبك أكتر ما بتتصوري، أكتر بكتير ما بتتصوري. وهذا الحب خلاني خاف أخسرك، وإذا خسرتك ما عاد في معنى لحياتي أبدا. عابد، ليش أنا عم صدق كل شي عم تقوله؟ ليش عم خاف من حالي لأني عم صدقك؟ لأنك ما عم تتركي حالك لحالك، جواتك في خوف وحذر، رنيم اللي جواتك ما عم تتنفس. معك حق، لأنه رح تختنق رنيم. ما قلت لي شو بخصوص استاذ عابد؟ كنت بدك تصارحني بشي. عابد ما كان موجود، عابد ما عنده سبب ليعيش. صدقيني انت سبب وجوده، وبعدك يضل عايش كرمالي بس. طيب خلينا نروح. اسالك سؤال، مين الثالث؟ شو بدك تحاسبني؟ يلا امشي.
يلا بدك شيء يا بي؟ الله معك. الله يسلمك. ايه احمد، الله يرضى عليك، جارنا ابو مصطفى بتعرفه؟ ما بعرف غيره. شو به؟ امبارح زرته وكان تعبان كتير، وبتعرف انه هو عايش لحاله. الله يرضى عليك يا ابني، بركي بتمر اللي عنده بتكشف عليه. خطي حرام يا الله على الزمن، شلون بيخلي الواحد ينسى اقرب الناس له. انا رايح لعنده دغري. يلا سلام. الله معك، الله يوفقك. كنت مفتكر حالك رح تشوف زلمه ختيار مهرهر مضيع ما بيتذكر يلي تعرف عليهم بزمانه. ايه لا فيك البركه يا عمو ابو مصطفى، ان شاء الله لا تواخذني، انا طولت عليك اللي زمان ما شفتك. بتعرف هذا اللي لازم تعتذر عنه يا منظوم، قديش صار لي ما شفتك. مزبوط والله مزبوط، بس المهم هلا طمني، مين شو عم تشكي؟ الحمد لله يا ابني ما فيني شيء، بس ما لقيت غير هالكم كلمة لحتى اخلص من النق تبع ابوك وابو لطفي. وبشو عم ينق عليك عمي ابو مصطفى؟ لك يا ابني انا رجال كبرت بالعمر، العمر له حقه، وابوك وابو لطفي كل ما شافوني لازم تروح على الدكتور. لك مشان ايش؟ مشان شوية سعلة ولا شوية وجع مفاصل؟ ايه عادي عادي، مع انه هنن بيعرفوا اني انا مالي صحبة مع الدكاترة وما استفدت من اي دكتور جابوا لي اياه لعندي لهون. ايوه هلا بلش الهجوم علينا. طيب ليش مالك صحاب انت الدكاترة؟ قال لي لانه الدكاترة بيفكروا على انه بهالكم كلمة اللي دارسينها وشوية ادوية بيغيروا مشيئة ربنا. حاجة بقى ما بيصير غير يلي كاتبه رب العالمين. بس يا عمي ابو مصطفى كمان رب العالمين وصانا لمن بنمرض نتعالج، والطبيب عم يعمل اللي عليه وبيترك الباقي على ربه. لك يا ابني يا احمد، روحنا روحنا هي اللي بتمرض. الجسم لما بيتعب ما بيرتاح غير بالموت، بس الروح الروح هي اللي لازم تتعالج. شوف عيني، لا تقلي شبهها مطروفة حاطط للزقة ماشي الحال. أحسن شي شبنا بيا الحكي، رح بعمل كاستين شاي إلي وإلك. والله لا تتعب حالك، ما قلت لي كيفن ولادك؟ الله يسعدون. ما حدا خالي من الهم عمو، والله ما حدا خالي. لك نبول كل شغلي عندك انت بالتقسيط. لك يا اخي شو صار بالقهوة؟ خلصنا يا صباح الرضا، يا صباح الروقان، صباح الفل. دخيلك انت، اللي بيشوفك بيقول مطالع الزير من البير. اهم اهم بمليون مرة. لك يا بني ادم قلت لك امبارح اعطينا احلى ساعة بالعمر، قلت لها بحبك يا رنين، قلت لي بحبك يا عابد. ليش ما قلت لها انك نبيل الشريك اللي هلكتني وهي بتسأل عني؟ الظاهر ما كنت عم تسمعني. قلت لك رنين بتشعر بالامان مع عابد، وبعدين ما بعرف، بس اللي بعرفه اني اذا اضطريت ضل عابد طول العمر مشان ترتاح رنين ما رح تردد ابدا. مليتي وانت عم تحكي لي عن احمد؟ ما مليت، ليش بينمل من الحكي عنه؟ خليك عم تحكي لنشوف شو اخرتها معك. اخرتها انا بحبه وهو بيحبني، بس لازم يصير مثل ما بدي انا، يعني لازم اكون انا الاقوى. بس يا لولا هذا كلام وحده بدها تتسلى، مو بتحبه بدها تاسس الحياه مع شريك. بالعكس، بس في شيء بشريك حياتي مو عاجبني،
بدي غيره. بعدين انا ما بدي غيره من ملك لبشر. انا بدي اياه يترك كل حياته من شاني. شو ما بستاهل؟ إلك شغلة؟ ايه الله يعينك على عقلاتك يا غليظة. علي نبول. عماد انا بدي اتجاوز قانون كتير مهم بالشركة. قانون؟ اي قانون؟ ما بدي احكي بالشغل، بدي احكي بموضوع كتير شخصي. عم بسمع. طمني عنك. انا منيح. لا عماد، انت لا يمكن تكون منيح طالما بعيد عن لانا. هيك معك حق. هلا انا خرقت قانون كتير مهم بالشركة مشان تنقطني بالكلام؟ عماد فهمني شو القصة. يا ريت اقدر فهمك يا نبيل، لانه انا نفسي ماني متأكد اذا كنت بعرف القصة ولا لا. طب حكي لي، عم بسمعك. مين كان في غيركم بالمكتب؟ ما في غير الاستاذ خالد وانا والمصور، يعني على بعضنا، ما في حدا غريب. والسوارة الجنزير فقدت هون منك بالمكتب؟ ايه هون. ما انا فتت لغير تيابي، الاسوارة بايدي شلتها وحطيتها بشنطايتي، رحت تصورت رجعت ما لقيتها، ما لقيتها بشنطايتي. وين بدها تكون يعني؟ وين بدها تكون؟ هلا منتأكد. سيدي هاي الاسوارة. هاي الاسوارة تبعك؟ ايه هي هي. وين لقيتوها؟ وين كانت؟ هاي شنطاي لمين؟ ايه صحيح، هاي الشنطاي لمين؟ إلي. شو جاب الاسوارة لشنطايتك؟ ايه صحيح، الجنزيرة شو جابها لشنطايتك؟ ما بعرف. خدوهم كلهم، هلا عنا هنيك اكيد بتعرف. حاضر سيدي. الحقوني. يا بتتصور انه تدخلي ممكن يكون مناسب؟ ايه بس مو هلا. رنين؟ عابد؟ انت هون؟ اهلين. اهلين رنين. اهلين عماد، وينكم؟ لا بقى سألتوا عني ولا عن المصنع. بعدين معقول ما اعرف شريكي نبيل؟ استاذ نبيل. استاذ نبيل بالله؟ عفوا استاذ، بس بخصوص البريد. بخصوص البريد عماد، شوف يبدو نبيل عم يتصل، اكيد بده شيء مهم. طيب سمر تعي معنا، رنيم راجع، لا تروحوا قبل ما اشوفكم. عابد شوفي، كأني حسيت في شيء مو طبيعي. لا لا ابدا ما في اي شيء. طيب وانت شو عم تعمل هون؟ انا كنت جاي زياره. تعي خلينا نطلع. وعماد؟ عماد بيلحقنا. تعي. تمام. لحالك؟ ايه لحالي. كنت قريبة من هون، قلت لحالي بمر بسلم عليكي، وإذا ما عندك مانع يعني عندك أرجيلة، مش نفس أرجيلة مع بعض. أنا تكرم عينك، أهلا وسهلا. أهلا فيكي. بس بدي أعرف من وين بتجيبي هالمعسلات؟ كتير طيبين. خلص على عيني، هلا بقول لك. يلا تفضلي. صرت لما بطلع على الحارة بحس حالي إني غريب، الوجوه غير وجوه والناس غير ناس، حتى المي تبع السبيل صارت طعمتها تقيلة، لا بتروي عطش ولا بتخفف من الشوب. أنا مثل ما أنا، لساني عم ببعت رسائل وما حدا عم يرد عليها. ابني محمود
من وقت انطلع على روسيا ما عدت عرفت عنه شيء، ومصطفى كذلك انقطعت رسائله. اثنيناتهم ما عم يفكروا يعرفوا عني شيء، وصفيت لحالي بعد ما ارتحمت ام مصطفى. قلك عن رزان انها هي بحاجه للشغل، ما بيهمك، ما بتفرق معك، مو هيك؟ تموت من الجوع البنت عادي. علا علا عم تصور بالسر عن اهلها، بتروحي بتخبري اخوها، لك حرام عليكي، بيذبحها بيقتلها، والله العظيم حرام. ايه مو انا كذابه كذابه. ديما ديما مو حرام عليكي؟ حرام عليكي بنت بجمالها انه تدخليها السجن، قضيتي على حياتها، قضيتي على مستقبلها، دخلتيها السجن بس لانه شيطانك حركك، شيطانك الحقير. هي الحياه هيك، اللي بيقدر يلاقي طريقه لحتى يستمر فيها هو الافضل وهو اللي بيبقى. وانت كمان، انت يا حبيبي وعيوني، انت كمان لازم تبقى ولازم تكون الافضل ولازم تشارك بالمسابقه. ليك خالد ما لك غيري، انا خيارك الوحيد. ايه بشارك ببشع مخلوقات الله، وانا بسمع لك تشتكي معي بالمسابقه. ايه مو بكيفك. لا بكيفي. اسمعي لينا، اذا بقى بشوفك هون بدي اطلب لك الشرطه وبلحقك بديما. لا بدي لحقك بديما. أنا بحبك بحبك وبتمنى الأفضل إلي وإلك. رولا أنت اليوم عم تلفي وتدوري كتير، قولي شو بدك؟ بصراحة لحظة شوي حبيبي. هي لينا. ايه حبيبتي كيفك؟ شبك شبك شبك، طولي بالك، وينك انتي؟ روقي روقي. طيب هات شوفير التاكسي من عندك لأدله على، عطيني اياه، دله على العنوان انا. لك هاتي رولا شوفي. بدي عينك عليه 24 على 24 ليل نهار، ما يغيب عنك ولا لحظة، فهمان يا وليد؟ إذا وليد ما فهم عليك يا معلم مين بده يفهم عليك؟ تكرم معلم، أهليته وسيرته وين بيروح وين بيجي رح تكون عندك من الألف للياء، وإذا بتحب جيب له خبره. لا 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 لا، هلا مو وقت خبره. إذا زبط اللي براسي لك حلوان كبير يا وليد. أنا حلواني الرضا معلم. أستغفر الله أستغفر الله يا ابني. يلا يلا جوان جواني. طولي بالك طولي بالك، عطي لعبه هدئ شوي تاني بتتعب. أنا رح روح نسوى عندي حالة طوارئ، ارجع لعبه بعد معقول أنا ساكتة طول الطريق وناطر تحكي هالكلمتين؟ انت اكيد صاير لعقلك شيء، هذا مو عقل بنتي اللي بعرفه. بابا انا حاسة انه انا وياه بعد ما رح نستمر، وانا ما بدي يجي ابني على الدنيا ويلاقي ابوه وامه مطلقين. ولو الاجهاض حرام بالشرع وبالقانون، بعدين مين قال لك انك انت وعماد رح تطلقوا؟ انا ما بعرف، انا هيك حاسة احساسي غلط، والشغلة بدها شوية وقت لتهدأ الخواطر. اوعك تفكري بالاجهاض مرة تانية، ها؟ لأنه إذا عملتيها لا أنت بنتي ولا أنا بعرفك. روق أبو لانا، هي أكيد عم تحكي من وراء قلبها، يعني بضل اللي حاملته ابن عماد حبيب قلبها. والله أنا ما عاد أعرف شيء، أكيد أختك صاير لعالة شيء بهاليومين. بابا فيني أطلب طلب؟ اللي هو؟ ما بدي عماد يعرف انه انا حامل. انت اليوم كل طلباتي غريبة، عماد من حقه يعرف انه رح يصير اب. بابا الله يخليك، يعني انا بخبره، انا لحالي بقول له بس لحتى الاقي الوقت صار مناسب.
بابا مشان خاطري. بشرط ما يطول هذا الوقت. وبمكتب خالد منصور بيصور عروض ازياء داخليه وثياب نوم. وبعدين خالد حاول يبتزني. ايه يبتزني بالصور حتى يسلموا حالي، بس انا ما قبلت، ما رضيت. انا لا ما رضيت، ولما رفضت اعتدى علي، حاول يعتدي علي. انا قاومته بس هو اقوى، هو اقوى، هو اعنف. لما رفضت ضرب لي وشي، سواني بالمرايه، سواني وشي، وانا ما لي حدا هون، انا جاي لادرس. هيك عندك الشهر معك ثلاث نقلات. تفضلي. اهلين بابا. اهلين بابا. مين غالب؟ لهلا انا. اتركوا لي هالشطرنج يا بنات، لانه حابب استشيركم الموضوع. انا تعرفت على ست ويمكن اتجوزها. عن جد بابا؟ ايه عن جد. وشو اسمها؟ عايدة. عايدة قديه عمرها؟ يعني مناسبة لي. يعني رح يكون في هيك بيبي صغير؟ ان شاء الله بابا، ان شاء الله. الف مبروك، الف مبروك بابا. نحن بابا شو ما منهمك؟ بابا انا عم باخذ رايكم. ايه واذا قلنا لا؟ انا ما رح اقول لا بابا. ليش تقولي لا؟ مو من حقي. طبعا بابا من حقك. كان من الاهم انك تفكر فينا. انت طول عمرك بتفكر فينا. وهلا اجت اللحظه يلي لازم افكر فيها بحالي. نحن بابا نحن ما حسبت لنا حساب. كيف ما حسبت لكم حساب؟ لك ما فكرت فيني انا وعماد، ما فكرت بلميس ومستقبله، ما فكرت غير انك تتجوز وبس. انا مو شايفه زواج البابا ممكن ياثر على مستقبل ولا حتى على حياتك انت وعماد. لك مو انت اللي بتقرري شو بياثر على حياتي ولا لا، انا بعرف حياتي انا وعماد اكثر منك. بس مو لدرجه انك تحطي مشكلتك انت وعماد حجه بوجه زواج البابا. لميس انا ما عم بحط حجج. لا انا بس يا لميس انا موجود. انا اسفه بابا. يا بابا المشروع لساته باوله، يعني مو هلا، مو قبل ما اطمن عليك بانك رجعتي لحياتك وبيتك وجوزك. بعدين صار لازم نلاقي حل لوضعك بينك وبين عماد. ايه ليش لا؟ انا بلاقي لك الحل بابا. اتصل انت هلا بعماد، اتصل فيه وقول له تعال تعال خذ بنتي من هون من بيتي، لانه خلص بنتي ما عاد لها ارنب بيتي، انا بدي اتجوز. لا استغفر الله العظيم. تركيا تركيا هيدا المريض اسمه رامي سلامة، عمره 30 سنة، تعرض لحادث وانشل واجا لعنا على المشفى. حالته عجيبة غريبة، ما عنده أي إشكال عضوي، عموده الفقري ممتاز وسليم جدا جدا، وجملته العصبية ممتازة وسليمة. بس هيدا هو مثل ما كنت شايفين. الله قدامك عراب. ادخل. في شاب كتير 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 ظريف بعت لك هالوردات. قلوا للشاب انه كله ذوق، لطف وحنان. شو خلانا نخطر على بالك؟ ليش انت امتى تركتي بالي بحاله؟ اصلا انا كل ما بجي على بالي بساله يقب شو مشغول؟ بلاقي مشغول فيك. يعني بضايقك هالشي؟
بدايقني إلي؟ أنا أصلاً وصيت على بال تاني مشان ينشغل فيك. تفضل. مرحبا. أهلين أستاذ حمدي. هلا ما عرفتكم على بعض، الأستاذ عابد. أهلا وسهلا، تشرفنا. الأستاذ حمدي ابن عمو منصور. يا أهلا وسهلا. أهلين أهلين، تشرفنا. أنا من زمان كنت حابب أتعرف عليك، الحقيقة سمعت عنك كثير بالآن سيرانين. يا أهلين. يا هلا يا هلا. كنت قريب قلت بمرق بسلم، بس يبدو الوقت مو مناسب. هو فعلا الوقت غير مناسب، لأنه أنا والأنسة الرنيم طالعين مشوار كتير ضروري، فلا تأخذنا. لا بالعكس، أنا اللي آسف، الحق علي، جيت بدون موعد. لا لا أبدا، هذا مكتبك، أنت ما أجيت أهلا وسهلا. طبعا أهلا وسهلا، بس هلا الوقت غير مناسب، سبحان الله. طيب على إذنكم. مع السلامة حمدي، سلم على عمو منصور. وصل. السلام أماني حمدي. ها سلم لها على عمو منصور. مع السلامة حمدي، شرفت. عابد ليش هيك عملت؟ شو عملت؟ مو من حقي غار عليكي. بلا من حقك تغار، بس يعني ما في مبرر لتغار من حمدي. ستي هيك صار. طيب وهلأ وين عازمني؟ لا أنا فبركت القصة كلها مشان ضوج وماني عازمك. لا يا سيدي بدك تعزمني. يعني جد القصة مو جد؟ ما حذرت، والغدا على حسابي. يعني ليش القرار الخطير؟ ليش على حسابك؟ لا بس يعني بعرف هذا الوقت آخر الشهر وضع الموظف هيك بيكون صعب شوي، فلحتى تقبض تبقى عزمني. بس أنا عم بعطي دروس خصوصي، يعني ما رح أعجز عن 1500 ليرة 2000 ليرة مشان غدا حضرتك. معلش معلش، أنا بدي أدفع. يعني أنا بدي أدفع. شرف. لا إذا بدك تدفعي شرفي أنت. إيه بشرف. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حصل تغيير بسيط قبل ما نوقع. نادر انت دائما عم تفاجئني. ها شريك جديد رايد يستثمر معنا مبلغ كتير. شريك جديد نحن بنعرفه؟ لا، شرطه انه يكون معروف وعلاقته معكم عن طريقي. ايه بس يا سيد نادر، يعني حقه للوالي وبقية السادة الشركاء يعرفوا مع مين عم يتعاملوا. ظروفهم مكانته ما بيسمحوا له يزرع، وأنا بضمنه من حصة برأس المال. آخ يا أبو رامي، الشناتي كلهم بكفة، وإنك سلمت رقبتي لنادر بكفة. أنا ما عندي مانع، بس العقود بدها تعديل وتصوير. كله جاهز. شو جاي ومجهز كل شيء؟ ما شاء الله. بزمتك قديش بتحبني؟ كتير كتير كتير. الحمد لله على سلامتك عمو. الله يسلمك. ما رح خليكي تسافري قبل ما يطيب وشك واطمن عنك. حبيبتي. لانا. اهلا وسهلا، تفضلي. أنا جاي لحتى أستشيرك بموضوع. بصراحة أنا فكرت
ما لقيت حدا غيرك استشيره. المهم انك هون. عادي. مسيو رامي اختك على التليفون. ميرسي. الو. اهلين رنيم. هذا حقه يا لانا، ماني شايف اي مشكلة. انا بعرف انه انت اللي شجعته على هذا الشيء ومن الاساس. حتى لو كان فهذا حقه. عماد انا جاي لحتى اطلب منك طلب. بدي اياك توافق انه نحن نروح نعيش ببيت البابا. بتعرف اذا صار هيك شيء اكيد رح يصرف نظر عن موضوع الزواج معه. انت بتعرفي اني انا رافض سكني عند اهلك من الاساس، وهلا رافضها اكثر مشان ما اكون سبب تعاسه ابوك. يعني ما رح تساعدني؟ بلا، رح ساعد. رح ساعد ابوك مو انت. اصلا انا بعرف انه انتم كلياتكم تكرهوني، انت والسيد وجيه، حتى الان سلميس كمان. انا بكون زوجك يا مدام، والمفروض اني حبيبك، والسيد وجيه هو ابوك اللي قضى عمره بخدمتك انت واختك، والآنسة لميس فهي اختك اللي مستعدة تموت حالها مشانك. انا مالي جاي لحتى اسمع محاضرات. وانا اسف، شو بقدر بخدمك غير هيك؟ لا ولا شيء، اصلا انا مالي بحاجة حدا. شو اللي عم بيصير يا لانا؟ شو؟ مرحبا يا ابو لطفي. يا مرحبا. مرحبا عمو ابو لطفي. اهلي دكتور. شلونك؟ ان شاء الله تمام. الله يحفظك ويسلمك. الله يخليك. الو. اهلين رولا. اشتقلك كثير. شي ساعة. لك رولا؟ عم اقول لك بعد ساعه لازم اكون بالمشفى، بتقلي لي اسمعها الغنيه وقدام الرايح والجاي. طيب بسمعها انا وماشي على الموبايل. طيب يلا يلا. أنا حبيت أجيب لك هاي القطعة مشان كل ما طلعتي فيها ترتاح أعصابك. رح تبقى قدام عيوني على طول. عابد شو رأيك تجي معي؟ في جماعة مهمين بدي أقابلهم حتى أقدر أخذ منهم امتياز التصنيع. رنيم هي جلسة عمل، أنا ما إلي مكان فيها. يعني ضروري أقول لك؟ ما بتعرف إنك لما بتكون معي بحس بثقة أكتر؟ بعدين انا بدي اياك تشوف كيف رجال الاعمال بيقعدوا بيتناقشوا، وبدي اياك تدخل بالجو. قصدك ستات الاعمال مو رجال الاعمال، ولا مفكر حالك رجل اعمال؟ طيب تفضل. لا الامر بالاول. شكرا. فخم كتير هالمطعم، مو غالي شوي؟ الجماعة اللي رح قابلهم هلا رح ياخدوا عني أول انطباع عن طريق المكان اللي بختاروا للاجتماع، عرفت علي كيف؟ بس مو كتير؟ ليكن وصلوا. هلا اقعد وشوف وتعلم أصول الشغل.
هذا خليل. اهلا وسهلا. اهلا ويلكم. How are you? Thank you very much. مبروك. الله يبارك فيك. بس ما بدي ابي يعرف اني انا الشريك السري. طمن. نادر ما في حواليك هيك شيء قصة حب جديدة عيشنا اياها؟ كله بوقته. ايه؟ وقته بوقته. السلام. السلامة. بسيطة أنت وأبوك يا ابن منصور. رح شعل نار بينك وبينه. واضربكم ببعض. طول الوقت عندكم عيلة وبيت. ولا شو عندي. ولا شيء. We are very sorry. ما قدرنا نتوصل لأي اتفاق، لكن أكيد بفرصة تانية. عفواً إذا بتسمحوا. بليز جاست مينيت. عابد. إذا تكرمتوا أنا عندي شوية إيضاحات. عابد شو عم تساوي؟ رجاءً لا تخليني يلغوا أي فكرة تعاون بيناتنا. اصبري علي شوي. عادي واسمعي وشوفي وتعلمي الشغل على أصوله. لا تحكي. No problem. بس يا ريت تختصر وبإيضاح. أهلين أبو حميد. من مهلي خلي لي إياك يا عمي أبو مصطفى. قسما بالله اشتقت لك. تشتاق لك العافية يا رب. أهلين وسهلين. يا أهلين. ها إيه عمي شرف. لك والله ما كان في داعي تغلب حالك لك ابني. الله يرضى عليك. أنا ما بحب الدواء. بحس طعمه مر بحلقي. عمو هذا مو دواء. هدول شوية مقويات بعدين تطمن طعمهم مو مر. طبعا أكيد أنتوا حاسبين إنه هيك منتج بيلزموا أفضل أنواع القمح، وغالبا هذا القمح بيكون قمح سوري. انتبهوا، رح تضطروا تشتروا القمح السوري بأسعار عالمية بالإضافة إلى تكاليف الشحن والكوميشن على غير الضرائب. احنا بنعرف كل هالشي، لكن أي شركة بالبلد عندها استعداد تتوفر علينا كل هالتكاليف. لولا انه انتو ما انتبهتوا لشي كتير مهم قالتو الانسرين. حسب الشروط اللي انتو حاطينها انا من وجهة نظري ما رح تحققوا 30% من الشي المخططين، لانه اساسا هي المادة ما انا مادة اساسية على المائدة السورية، ونحن بنصنفها من المقبلات. أحزاني وآلامي قلبي الوجع دين البشر صوان. هاتي يا دنيا من الوجع هاتي، غني على تنهي ديواتي. أمل بكرة الصبح آتي يطوي ظلام الأسر والحرمان. أحلامي قدامي ويا دنيا مالك عالحلم سلطان. أحزاني وآلامي قلبي الوجع بين البشر صوان. دور على حب صادق قوي، صح
صح الأمل والخير يلي فيه اللي تمسك ايدك تدفي فيها العزم فيها عطف وحنان احلامي اداني ويا دنيا مالك عالحلم سلطان احزانك والامي قلبي وجع بين البشر صوان